الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان وشرح صدورنا بالقرآن ورحمنا ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام. مشاهدين الكرام، نرحب بكم في هذه الحلقة من حلقات قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام. كنا ذكرنا في الحلقة الماضية ما حصل مع سيدنا إبراهيم مع من كانوا يعبدون النجوم والكواكب من قومه. نواصل كلامنا إن شاء الله تعالى بذكر ما لاقاه مع من يعبدون الأصنام منهم. لما رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنهم ما زالوا متعلقين بأوهامهم، متمسكين بعبادة أصنامهم، عقد النية على أن يكيد أصنامهم ويفعل بها أمرا يقيم الحجة به عليهم، لعلهم يفيقون من غفلتهم ويصحون من كبوتهم. وكان من عادة قومه أن يقيموا لهم عيدا، فلما حل عليهم عيدهم وهموا بالخروج إلى خارج بلدهم دعوه ليخرج معهم، فأخبرهم أنه سقيم لأنه أراد التخلف عنهم ليكسر أصنامهم ويقيم الحجة عليهم. ومعنى إني سقيم سيلحقني المرض، وليس كذبا منه عليه السلام. فلما مضى قومه ليحتفلوا بعيدهم قال كما ورد في القرآن الكريم: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فرجع إبراهيم إلى بيت الأصنام الذي كان فيه قومه يعبدون هذه الأصنام، فإذا هو في بهو عظيم واسع وفيه صنم كبير وإلى جانبه أصنام صغيرة بعضها إلى جنب بعض، وإذا هم قد صنعوا لها طعاما وضعوه أمام هذه الأصنام. فلما نظر إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى ما بين أيدي هذه الأصنام من الطعام الذي وضعه قومه قربانا لها ورأى سخافة عقولهم، خاطب هذه الأصنام وقال لها على سبيل التهكم والازدراء: ألا تأكلون؟ فلما لم تجبه قال لها أيضا على سبيل الاحتقار: ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليها ضربا باليمين، أمسك بيده اليمنى فأسا وأخذ يهوي على الأصنام يكسرها ويحطم حجارتها. قال تعالى: فجعلهم جذاذا. وما زال كذلك حتى جعلها كلها حطاما إلا كبير هذه الأصنام، فقد أبقى عليه وعلق الفأس في عنقه ليرجع إليه فيظهر لهم أنها لا تنطق ولا تعقل ولا تدفع عن نفسها ضررا. وبذلك يقيم سيدنا إبراهيم عليه السلام الحجة على قومه الكافرين الذين يعبدونها على غير برهان ولا هدى، تقليدا لآبائهم. قال الله تعالى: إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. ولما رجع قومه من عيدهم ووجدوا ما حل بأصنامهم بهتوا واندهشوا، وراعهم ما رأوا في أصنامهم. قال الله تعالى: قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، يعنون فتى يسبها ويعيبها ويستهزئ بها، وهو الذي نظن أنه صنع هذا وكسرها. وبلغ ذلك الخبر الملك نمرود الجبار ملك البلاد وحاكمها وأشراف قومه. قال الله تعالى: قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. وأجمعوا على أن يحضروا إبراهيم ويجمعوا الناس ليشهدوا عليه ويسمعوا كلامه، وكان اجتماع الناس في هذا المكان الواحد مقصد إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليقيم على قومه الحجة على بطلان ما هم عليه من عبادة الأصنام التي لا تضر ولا تنفع. وتقاطرت الوفود وتكاثرت جموع الكافرين، كل يريد الاقتصاص من إبراهيم نبي الله الذي أهان أصنامهم واحتقرها. ثم جاءوا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى هذا الجمع الزاخر من الكفار أمام ملكهم الجبار نمرود، قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ وهنا
وجد نبي الله إبراهيم الفرصة سانحة ليقيم الحجة عليهم وليظهر لهم سخف معتقدهم وبطلان دينهم. قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وهذا إلزام للحجة عليهم بأن الأصنام جماد لا تقدر على النطق، وأن هذه الأصنام لا تستحق العبادة، فهي لا تضر ولا تنفع، ولا تملك لهم نفعا ولا ضرا، ولا تغني عنهم شيئا. فعادوا إلى أنفسهم فيما بينهم بالملامة، لأنهم تركوها من غير حافظ لها ولا حارس عندها. ثم عادوا فقالوا لإبراهيم عليه السلام ما أخبر الله تعالى: ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. أي لقد علمت يا إبراهيم أن هذه الأصنام التي نعبدها لا تنطق، فكيف تطلب منا أن نسألها؟ فلما أقروا على أنفسهم بأن أصنامهم التي اتخذوها آلهة من دون الله عاجزة عن الإصغاء والنطق، واعترفوا أنها عاجزة لا تدرك ولا تشعر ولا تقدر ولا حياة لها، عند ذلك أقام إبراهيم عليه السلام الحجة عليهم وأفحمهم. قال الله تعالى: قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. وقال لهم: والله خلقكم وما تعملون. عند ذلك غلبوا على أمرهم، وألزمهم نبي الله إبراهيم الحجة عليهم، فلم يجدوا حجة يحتجون بها عليهم. يقول الله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وليعلم أن قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام بل فعله كبيرهم هذا ليس كذبا حقيقيا، بل هو صدق من حيث الباطن والحقيقة، لأن كبير الأصنام هو الذي حمله على الفتك بالأصنام الأخرى من شدة اغتياظه من هذا الصنم الكبير لمبالغتهم في تعظيمه بتجميل هيئته وصورته، فحمله ذلك على أن يكسر صغار الأصنام ويهين كبيرها، فيكون إسناد الفعل إلى الكبير إسنادا مجازيا، فلا كذب في ذلك، لأن الأنبياء يا أحبابنا يستحيل عليهم الكذب، لأن من صفاتهم الواجب لهم الصدق، فهم لا يكذبون. ولما قال إبراهيم عليه السلام لقومه عندما سألوه قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. أراد بذلك أن يبادر إلى القول بأنها لا تنطق. قال الله تعالى: فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. والله تعالى أعلم أحكم. الموعد القابل قريب بإذن الله تعالى، فانتظرونا لنكمل حديثنا عن سيدنا إبراهيم عليه السلام، ونذكر مناظرته مع النمرود الذي ادعى الألوهية، ومعجزة إبراهيم عليه السلام في عدم احتراقه بالنار. فتابعونا وإلى اللقاء.